الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع يدعى اسمه عجيبا، وفعلا هو عجيب في كل شيء. نحتاج كل هذه الحياة وأكيد الأبدية حتى نخوض في معرفة هذا الشخص الرائع، وكشخص يريد أن يعوم في محيط كبير، فنكتشف أننا كل يوم نحتاج ونحتاج ونحتاج أكثر. حديثنا في هذه الحلقة موضوع كتير كتير مهم، وبالحقيقة هذا الموضوع طرحناه بسبب تساؤلات كثيرة على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي، وطبعا حول هوية يسوع المسيح. ودايما بسمع العبارة إنه يسوع المسيح هو نبي مثل سائر الأنبياء. فعلا؟ حقيقة؟ هل فعلا يسوع نبي مثل الأنبياء؟ وقف شوية، لما بدنا نتكلم عن يسوع إحنا على أرض مقدسة محتاجين نخلع الأحذية حتى نتكلم على هذا الشخص الرائع الفريد. فموضوع هذه الحلقة، هل المسيح هو نبي أم أعظم؟ أنا بدعوك أن تشاهدوا هذه الحلقة معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.